السلام عليكم خويا العزيز. وعليكم السلام. فضا دولي برو الله يرضى عليك. اه بيان سور خويا 1500. ميل ميل يا خويا مغلوق كاع يديك ما فهمتش عندي الريم نورمالمون. هادي ليك انت خويا ليه يعني مغرب صعبات بلي هادي ما تنحي لك فيها راني شفني في كاويسير راك بالمشاور الساعله هادي هادي تاع السطل تاع الحمى برك باش تعرف لا لا ما نستعملها كل ما نوض صباح نوض مغلوقه هكذايا خلاص لي برك عندي في الدار اليوم اللي فوق اه بصح هادي بصح ما داويلكش تقعد كل يوم بصح تقعد كل يوم اللي فيك مغلوق هكا لو كان تكمل بهادي هذا باراستامول تاع الحمى وتاع السطل هذا ما كان شوف هادي اساسيه تعرف الجزائر يا اخو كي نوض صباح هكذا مو شوف يا دو بريفيرونس اه بيان سور كاين شوف مادام لي في كاويسيل دي بريفيرونس كاين هكا كاين لودمار لودمار هذا شغل ما تاع البحر تنيطواي به نيفك يومين ثلاث ايام ماكسيموم خلاص يتسرح كاع وكاين ميم دي ساشي هكا سبيسيالمون تاع لاغريب تاع الغيم كي تشوف ساشي صباح وساشي العشيه يسولاجيك بيان ميم نيفك لا لا شوف نيفك لداخل اونكوبري ميم هذا يعاون دي كونجيسيون ميم نيفك لداخل يدوب كاع واش كاين لي كلاغ ويروحوا ماشي تيزانا ساشيات يتخلطوا في الماء وفي باراسيتامول ثاني انت راك حاب تشوف باراسيتامول سينو تيزانا تقدر تشوف فيتامين سي عباك لاغريب من داك فيروس باش تطلع المناعه تاعك اسمع هادو ما ملاح يا هادو لي ملاح خويا العزيز وي اوكي الو خويا كيفاش نعطي لك واش نعطي لك والله نكذب عليك مانيش حاب نخلط بزاف جوابات يا اخو انا ما في دولي فراني ساعدني يعطيني دولي فراني خلاص يا خويا معليش بشفى ان شاء الله بصح دقعت هكا دو بريفيرونس طبيب خويا العزيز يا اخي شوف طبيب دو بريفيرونس هذه ما كانت غير مجرد تمثيليه وبعيدا على الفتره تاع كورونا وتاع كوفيد بيسك في هذه الحاله نكونسيو الناس باش يروحوا عند الطبيب كيما شفتوا بلي المريض هذا اللي جا كانوا عنده اعراض ماشي داويها الباراسيتامول ولا دولي بران ولا البارالغون ولا دوليك الباراسيتامول ماشي داوي لك هاد الاعراض كومبليت الباراسيتامول معروف باللي لعلاج الحمى وعلاج الالام المريض هذا يحكم رايو يحكم راسو بحجه انه موالف ياخذ الباراسيتامول دائما ويفيدو هذه حاجه غلطه انت كانوا عندك اعراض والفارماسي تدخل وعاونك وسي ينصحك ويقدم لك الحل الصحيح والدواء اللي حيسولاجيك ويخفف عليك الاعراض تاع المرض اللي راهو عندك مثلك حاجه للنيف مثلك حاجه تنحي لك هذوك الاعراض وما تزيد تنقص لك السطر تاع الراس انت حكمت رايك باش تاخذ هذوك الميديكامون دونك انت دو بريفيرونس يا اخي من اول فوق تسمع النصيحه تاع الصيدلي باسكو راهو خبير في الادويه ويقدر يفيدك اكثر ما يضرك ولازم ثاني اذا روحك باللي دائما هاد الاعراض دائما عندك وانت تشرب لهم دائما الباراسيتامول هذه حاجه غلطه دو بريفيرونس لازم تخمم تشوف طبيب وتستشير وتعرف باش تداوي روحك ماشي تسولاجي روحك